قرار اتخذته خلية الأزمة في كربلاء يقضي بحظر شامل للتجوال لمدة 3 أيام ومنع دخول وخروج المركبات من وإلى المحافظة، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا. 3 أيام في كربلاء المقدسة، هذا حظر التجوال هو من أجل تحفير وتطهير وتعقيم كل محافظة كربلاء بكل شوارعها، بكل أزقتها، بكل وحداتها الإدارية. راح ننطلق من مركز المديرة إلى آخر حي في كربلاء المقدسة وإلى آخر وحدة إدارية. هذه الحملة الكبرى أكيد جمهورنا راح يساعدنا بيها، وهذه الحملة طبعاً أكيد إحنا راح نستثني بيها بالموجودين راح الأفران وأفران الصمون والمخابز وبعض الأسواق الموجودة، والقوات الأمنية والصحية تستطيع أن تحرك ب المحتجون الذين لم يخفهم الرصاص وكواتم الصوت بانت آراءهم بين مؤيد للقرار ومعارض له، والأسباب متنوعة. في الوقت الحالي كله صحيحة، وخاصة اليوم بعد ما أعلنت بريطانيا قلق مستشفياتها وكافة الأشياء الصحية بوجه مواطنيها، وخاصة من عمره 45 فما فوق رجعت للبيت وقامت تداوي الشباب، والحد الآن ماكو علاج بكل العالم. العلاج اللي حد الآن اللي اخترعه هو البراسيتول والنسمرين. فعلى كافة الأخوة هذه الإجراءات اللي ممنع التجوال خلال هذه 3 أيام أرجو أن تتحملوها حفاظا على أرواحكم وسلامة الآخرين. رسالة للحكومة المحلية، إذا تعلن حظر التجوال وفر إيه ما يخالف عنا، أنا ما أنا أطلع بالشارع ولا أمتنع من التظاهرات، موت على ايد رب العالمين، اللي انطانيها ياخذها، مو انت اللي توفر للسلامه، لا هذا مو شيء مو صحيح. وفر لي الشيء اللي اريده، مستلزمات الصحه، سعر الكمامه صعدت، الادويه ما موجوده بالمستشفيات على حسابنا، شنو بعد تعلن حظر التجوال؟ يعني معناته موت ببيتك. ويتزامن مع فرض حظر التجوال ارتفاع غير مسبوق للمواد الغذائية والخضار، فيما اعتقلت الجهات المختصة العشرات من أصحاب المحال الذين وصفتهم الحكومة المحلية بالمتلاعبين والمستغلين. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.